مستمرون في نشرتنا وفيها بعد الفاصل. قباط طلباني يقول: نعيش في منطقة مليئة بالتوترات والتحديات، ويجب أن نكون أذكى من أعدائنا. أربيل تفتتح دارا خاصة لإيواء الأطفال المشردين، وتعتزم إنشاء مكان مماثل للأطفال حديثي الولادة ممن تخلت أسرهم عنهم. مقتل شخص وإصابة 19 آخرين في حادث اصطدام قطار بشاحنة في تشيك. وتساقط الثلوج الكثيفة يحاصر مئات السيارات في اليابان، والجيش يتدخل. وإنقاذ سيدة أمضت 15 ساعة فوق مركبة مقلوبة مغمورة بالمياه.